استاذ علاء، يعني حضرتك ناشط من زمان، يعني بس ناشط بالمعنى المعنى كويس، لان الكلمه دي شويه بقت يعني بتاخد ابعاد اخرى. لكن انت بتمارس السياسه من زمان، وفي حزب التجمع بتشارك في مؤتمرات الشباب، سواء كانت المؤتمرات اللي هي الدوريه او شبه دوريه، او المؤتمرات السنويه اللي هي اخذت صبغه المؤتمرات الدوليه على مدار السنوات او الفتره الماضيه. ايه رايك في تجربه مؤتمرات الشباب؟ الحقيقه تجربه هايله. اولا هي كان عندنا جاب كبير بين الشباب وبين الدوله، الجاب دوت ما بقاش موجود لان الشباب بيقدروا يسالوا بحريه في المؤتمرات دي. انا الحقيقه حضرت تقريبا 80% من هذه المؤتمرات. انت شاركت، كنت في احد امام الرئيس في جامعه القاهره. الحقيقه 80% انا شاركت فيها، عمري ما شفت حد بيمرر سؤال على زميل او شاب. بالعكس، يعني حتى بنفاجئ في بعض المؤتمرات، زميلنا في أسوان في كيما لما قام واتكلم مع الرئيس واتكلموا عن أزمة خطيرة جدا، يعني موضوع الصرف الصحي اللي في اللي بيصرف في علاء اسمه برضو. بالظبط، عشان كده فاكره. فالحقيقة احنا فوجئنا ان لهذه الدرجة مفيش حواجز بين الشباب وبين الرئيس. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، الشفافية. ما هو دلوقتي لما بيجيب كل قيادات الدولة وكلمهم عن مشكلات بتواجه الشباب، وضيوف موجودين قدام كل وسائل الاعلام وبتناقش هذه المشكلات، ورئيس يتدخل شخصيا للتحرك لحلها، فده معناه ان مفيش حاجه تستخبى، يعني دي شفافيه. نمره ثلاثة، فيها جزء منه تثقيف سياسي، لان انا دلوقتي برضو شباب الجامعات وشباب المدارس زي زميلي ما تفضل وزميلتي قالوا ان احنا عندنا ازمه ان في المدارس والجامعات في حاله غياب تام عن الثقافه. احنا تقريبا بنخش نحكي سياسه عن السياسه والثقافه. بالمناسبه يعني مكتبه المدرسه ما بقتش موجوده. احنا عندنا ازمه النشاط الثقافي. كنا زمان وانا صغير افتكر بروح من المدرسه على قصر الثقافه احضر مسرحيه، دلوقتي اصول الثقافه ما فيهاش اصلا انشطه، فده غايب تماما عن المدارس وعن الجامعات. فالمؤتمرات الشباب عامله جزء منه تثقيف سياسي. في حاجات اروع من كده، هو منتدى شباب العالم، التعايش. ما انا دلوقتي لما بجيب جنسيات من دول مختلفه بنفتح حوار حتى خارج نطاق المؤتمر في الفنادق او في الحفلات اللي بتحصل بالليل، ده بيعمل تقارب بين الثقافات، فبيبقى الشاب المصري اكثر تقبلا وعلى فكره للثقافات الاخرى. وعلى فكره تاريخيا احنا كده، احنا مات ومكان ليه انصهرت فيه كل الثقافات، فاحنا بنمارس دورنا الطبيعي. يعني ده مش جديد على الشعب المصري، لكن غبنا شوية عن ان احنا نقوم بالدور دوت في العشر سنين الأخيرة من نظام الرئيس مبارك. لكن عدنا مرة أخرى ان يبقى في حوار جاد بين الدولة وبين الشباب، في شفافية، وبنقدر نخلق حالة من التعايش والسلام.